اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كابتن اسلام التقرير، انا حاسس بحاجه، ما اعرفش كانت صح ولا، حاسس ان في روح كده حلوه. من على فكره اللي انت بتقوله ده من اسباب المكسب. اصل انا في اسبوعين ونص عشان اكسب بطوله دي استحاله يبقى فني. بس خلينا برضو نقول برضو كابتن ندي، برضو كابتن ياسر وفتوح الحقيقه اللي كان ماسك الفرقه قبلك، برضو يعني الراجل عمل معاهم شغل طبعا لما قبل، صحيح ولا انا غلط؟ يعني هو لا ده طبعا يعني ده وضع ما قبل الكورونا 70% من الموسم معاه هو بالظبط. فطبعا هو لازم نشيد باللي عمله الحقيقه يعني. طبعا طبعا اكيد يعني هو برضو كان اختيار اللاعبين ده كان ليه دور، بس انت كان مهمه انتحاريه بصراحه، يعني اسبوعين ونص عشان توصل بالفرقه واكيد ما وصلتش ل 100%. طبعا. طيب قول لي اصعب ماتشات ايه اللي لعبتها غير الجزيره؟ الماتش الاولاني بالنسبه لي كان اصعب ماتش لكذا سبب. اول سبب، فرقه ما اعرفش عنها حاجه خالص خالص، الاولمبي اسكندريه، لا انا ولا الاولاد يعني، حتى ماتش الجزيره الاخير حافظين بعض يعني نوعا ما، ولعبوا ضد بعض في بطوله المنطقه، لكن فرقه الاولمبي بتلعب في منطقه اسكندريه، فالولاد ما لعبوش ضدهم. حتى لما سالت على ابرز اللعيبه اللي فيهم بتاع، ما حدش عارف يجاوبني. الحاجه الثانيه في الصعوبه، هم بطل اسكندريه يعني، هم بطل البطوله في اسكندريه. وفرقه يعني مش عايز اقول كلمه، عارف انت بالبلدي كده حورتجيه غلسه، لا بلغه الرياضه، بلغه طبعًا الرياضه طبعا، طبعًا يعني كل احترام نادي الاولمبي. لا لا طبعا احنا بنتكلم على طريقه اللعب، انا بتكلم فرقه بطل. انا قصدي اصل انا برضو يعني انا من اسكندريه، وكنت بلعب في نادي زي نادي الاولمبي شباب مسلمين، نفس الجو، فعارف يعني ايه فرقه جايه بتلعب على ملاعب مفتوحه، ملاعب مهارات عاليه، بيعرفوا يلعبوا حريفه حريفه من الاخر، حريفه يعني. وده وفعلا هو اصعب ماتش انا كسبت فرق بونت. انا بقول لك عشان كده، ما هو خلي بالك هم حريفه، ومش بس كده، انت ما عندكش معلومه عنهم، ما انتش عارف تمسك مين بالظبط، يعني هتتفاجئ بحاجه كده على طول بالظبط. وحتى لو انا مثلا عارف ان في لعيب مميز عندهم، ممكن اليوم ده اللعيب ده بقى مش موفق، غيره موفق، فالموضوع صعب جدا. فانا كنت معتمد في الفتره الاخيره دي زي ما قلت لك على النواحي البدنيه، النواحي الدفاعيه الصلبه قوي، التحفيز، العنصر الحافز، الحافز غير الحافز الرياضي طبعا. لا لا، ما هو خلي بالك من الحافز الرياضي ده، لسه البطوله دي بتتلعب اصلا عشان الحافز الرياضي، وانت فاهم. عشان ما طبعا اتدبسنا فيها. ايه بقى كابتن سيد صابر يعني رئيس الجهاز، رئيس الجهاز تمام، شكل الجهاز بتاع السنه الجديده اللي هتبدا. اسلام علي 20 سنه تمام، السنه الجديده لسه من عارف. وبعدين فجاه قرر الاتحاد المصري لكره السله انه يستأنف الموسم الحالي للعيبه اللي هم ثانويه عامه عشان درجات التفوق الرياضي. فانت ما شاء الله اللي رحت بقى اتحطيت فالفرقه اللي فيها ثانويه عامه 18 و20. فكابتن سيد قال لي خلاص كمل معاهم. قلت له طب ما كابتن ياسر وفتوح فرقته يكمل معاهم. قال لي ما هو هيكمل مع ايه؟ مع ال 18. خبر ابيض، موضوع صعب. انا اتدبست وكابتن ياسر اتدبس. بس في نفس الوقت ماشي، كابتن ياسر عنده النهايات قربت ان شاء الله يكسب بعد بكره. ففي نفس الوقت انت نادي اهلي، انت نادي ما فيش في حاجه اسمها ظروف، داخل بطوله عايز تكسب. يا عيني عليك. لا دي لا حقيقة. والله صح، دي حقيقه. ما انا بقول لك، انا ليه بقول اتحدى الظروف اللي قدامك. انا بس بوصل للناس والساده المشاهدين ان حتى يعني كابتن اسلام مدير فني ولاعب بيزرع في اللعيبه ان ما فيش اعذار. طبعا يعني صح. لسه كابتن اشرف لسه انا بتفرج في التقرير على نو سكيوز دي، كلمه اساس في شغلنا. ما فيش اعذار، اللي عايز ينجح ما فيش اعذار. واحنا النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها اعذار، في ظروف ضدك اقف ضد ظروف اشتغل، مفيش حاجه اسمها كده.